لا نصير سواء بحسن نية أو بنقص معلومات. هذه القضايا لم تثار، مع كل احترامي وأدري نيتك صادقة، وأنا من خلالك أبي أوجه الكلام إلى الشعب الكويتي، لا يصير فيه خلط أوراق. وأنا راح أتكلم لك اليوم بالدليل القارب. اليوم إحنا عندنا استحقاقات كثيرة. اليوم أكو بعض القضايا تمثل عنق الزجاجة، مسببة حالة توتر وحالة عدم استقرار وحالة غضب واستياء شعبي على السلطة وعلى الحكومة، في مقدمتها قضايا الحريات وقضايا السجن. لما اليوم أنا أجي وأتبنى قانون إلقاء عقوبة الحبس، ترى قاعد أتكلم على أكثر من 650 مواطن كويتي. صحيح. مواطن كويتي. صح. رجال ونساء داخل الكويت ومهجرين، عليهم أحكام حبس 850 سنة، 8 قرون من الزمن. هذا لا يعقل إنه يكون في بلد مثل الكويت، بلد الحريات. قدمنا فيها قوانين، وهذه القوانين ما تستغرق يوم واحد فقط لإقرارها والانتهاء من هذا الملف، حتى نحقق نوع من الاستقرار ونبدي فيها بمعالجة القضايا الأخرى. أنا اليوم اللي قاعد قدامك وأنا أقولها ويها وبكل فخر، يعني من أكثر النواب اللي مقدم اقتراحات بقوانين. عدد الاقتراحات، خلي الشعب الكويتي يدري، عدد الاقتراحات بقوانين لتاريخ 7/2 225 اقتراح قانون قدموه النواب. بطلال انت كم قانون مقدم؟ 28. زين. زميلنا عبد الله المضاف، انا مقدم 29 قانون. هذه القوانين ما هي قوانين الحريات فقط، ولا قوانين العفو، ولا قوانين النظام الانتخابي. قوانيننا تخص المشروعات الصغيرة، حاطين لها حلول. قوانيننا تشمل القضية الإسكانية. قوانيننا تشمل المتقاعدين وإلغاء الفوائد الجائرة على المتقاعدين. قوانيننا تشمل قضية الإصلاح في المرفق التعليمي، مو غايبة على ذهننا، وهذا بلا فضل ولا منا، هذا واجبنا. مقدمين هذه القوانين. قوانين البدون مقدمينها، اللي قاعد يتعرضون لنا في وسائل الإعلام، وأنا ما ألوم الناس إنها متضايقة، ولكن في قانون البدون أنا مقدم قانونين. طيب مع زملاء.